خرج التشيليون إلى الشوارع احتجاجاً على تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، واشتبكوا مع قوات الأمن بالرغم من حالة الطوارئ المعلنة لوقف أعمال العنف التي تشهدها البلاد. وعلى وقع أعمال العنف، أعلنت السلطات فرض حظر للتجوال في سانتياغو بعد أن أشعل المتظاهرون النار في الحافلات وأحرقوا محطات المترو واشتبكوا مع شرطة مكافحة الشغب في المدينة التي يسكنها 7 ملايين نسمة. وقال الجنرال في الجيش خافيير إيتورياغا الذي يشرف على الأمن خلال حالة الطوارئ بعد تحليل الوضع والأعمال المروعة التي وقعت، اتخذت قراراً بتعليق الحريات والحركة من خلال حظر تجوال كامل.